السلام عليكم. اهلا وسهلا. زيد 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 كانت ب 2300 وشي 300 درهم 46 كانت ب 47 الف ريال 230 الف فرنك ودابا 2300 ودابا 2300 درهم. لا قول لي بسعي دابا الثمن سير بها انا تشوقت باغي نعرف هذا الثمن حيت التسلاح انا ما يهمنيش حيت بياسه باينه وبيوعه 2300 درهم اللي غنقول لكم الدرياس مرحبا بكم مبروك عواشركم الله يدخل عليكم الحولي بالصحه والراحه وكذلك الله يدخل عليكم المبرك كذلك بالصحه والراحه من القلب الخالص كيف كنقولوا تحيه من رميسا كتبارك معكم عواشركم كاملين فيما كنتوا في هذه الارض ولا خارج هذه الارض هذا لي جا مبرا في لاموستيل عبار كبير يعني اللي كان داير 2300 درهم اسيدي حتى انا مضاد مع السماحه حتى انا درت لا 900 درهم هو دار 900 درهم حتى انا غندير 900 درهم كيف كنقولوا ما ماتش ما ماتش تما الناس كضاد في الصح انت كضاد في الترياب واش ولا شنو وانا راه موديل واحد قلت اخويا نتفاوبر بالكليان انت باغي لا والو حتى انا سيدي باغي نبارك حنا ما غنربحو حتى في الزواقه واحد فئه هي عندها كيف كنقولوا حتى هي من الكليان ديال بشعيب قالت لك اسيدي علاش محمد دار لكم برومو حتى ما درتيش لينا انا لا لا انا راه جيت من 2300 درهم شو على طاحت طاحت كيفاش دايره من 2300 درهم طاحتي على راسك نيت اخويا كنقول لك 900 درهم وكنقول لك العبار كبير وكنقول لك قفطان 3 متر وكنقول لك خيطه كيف تشهيتي وكنقول لك خيطه غير بالماكينه اللي لبسها شاكره راسها الزواقه ديالها بحال شكل ديال جاكار يعني عطيك زواقه ما كايناش قارني مع جميع المحلات فين ما كانوا كيف كنقولوا بالتحدي والثقه في النفس خدمه نقيه وزوينه والثمن هاوتا 18000 ريال 90000 فرنك العبار العبار اخويا عبار كبير كاين اللي فيها 4 متر اسمع اخويا كاين اللي فيها 4 متر و20 يعني العبار وافي اللوينات لونين سيك في اللون ونزيدك بالنسبه للقفطان عاوتاني القفطان مغيز والقفطان حرير تلبسيه بوحديتو كذلك وصالح للطرز وتنبت على سبيل المثال بحال هذه واخا تخدمها غير بالحريره كتعشق الازقه اللي راه تخدمها بالكارتي راه طلعوا غزاله بغات ديري لها تجق فيها طناس عاوتاني راه ديري لها اختي تجق فيها طناس وكنقول لك 900 درهم شحال واحد ما عجبوش شتي شحال واحد ضر شي في خاطره ولكن ما عندي من ندير ليه ها هو عاد ندور له التليفون اش كاين راه 5000 درهم ولا 900 درهم ولا نقول راه جاي يشري من عندنا واحد الجمال انا بغا ياخذ والله لا خداه بالله 900 درهم ها هو منين جاي من درب اليهودي من درب عمر قولها نيس معاودة معاودة 900 درهم هاي اللهم نخليوا لكم نتوما الدرياس بصحتكم وراحتكم ماشي خسارة فيكم راه جيبوا ابوني مولاي فهمتوا البارطاج ونسبة كنربحوا في اليوتيوب كنربحوا في اليوتيوب وكيفاش كنربحوا في التويتر الادسنس الادسنس شوف 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 وين وصلت 4 متر وكاين اللي فات 4 متر ونص والخياطه الدريات راه شاك راسها كيف كنقول ما طراش اختي شد داك الخياط بقى يقول لك الزقه اللي والصم حر وباطو وهذا 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 هذا راه غير تفصلها وتجمعها شاك راسها ودالي هي قدامك اختي شوفي معايا والحرير كيف كنقول لك الا قلت لك حرير حرير الا كنقول لك موصلين يعني طايحه نازله انت اختي ما كايناش عند شي واحد وكترجع لحالتها الطبيعيه ما تبخرها ما ديرها المصبانه من ظهرك جي ولبسي كيف كنقول واخا تصبنها من الشهر لظهرك انا لا ب 900 درهم 18000 ريال هادشي فين كاين كاين في رميسا هاد رميسا فين كاينه كاينه في حي الحسنه في شارع افغانستان ها هي ها انا سيدي محمد قول اخويا جات مسكوته قول 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 سمعني صوتك سمعني صوتك رد عليا قول لي خليتي لي ما نقول اخويا واش من 40000 ريال 900 درهم انا سيدي كنباركوا لي من عواشر بالطريقه ديالنا اخويا رميسا بطريقه رميسا باش كنباركوا العواشر هانا والحرير دابا خصني اللي باركت ليه العواشر غادي والحرير والعبار خصني نرشو ب 1300 درهم نعطيها ليه الحرير والعبار كبير هانا 900 درهم 18000 ريال كنعاودها بزاف حيت خايف لا ننساها حيت هي اصلا 2300 درهم واللوينات ديالها سمع خويا كيف كتشوف معايا لونين سيك فلون وكلهم اللوينات متميزين ونقيين وخليني من دوك اللوان المعروفين اللي مجلطين وملبوسين كلشي لابس كتكوني فين ما كتكوني حاضره كتلقاي كلشي لابس بحالك هنا ما كاينش معاك شي واحد شو اللوينات كيفاش دايرين والكارناج في المحل وكيف كنقولك كارناج يعني تجريبي وعلمي ماشي غير ب انا مولي من 46 ل 18000 ريال هانا هانا حبيبي 18000 ريال عارف السمح فهمتي تبع خدام ضدي دابا ديك اللعيبه بغا يسيها كتقول يا ربي ما يشوفوش 900 درهم الدريات ما خصنا ندير واحد اللعيبه الفيديو باش ما يطلعش عند الكليان بزاف هذاك الشيء كبير وانا نفكر اخويا حسيت بك هانا مولي شوف عاوتاني عشاق بلو بالفيشيا هانا بغيت لبيسه زوينه وما لقيتش منها خذ ومشيت للسوق ودرت في اي بلاصه كاع القيصريات فين ما كاينين ما لقيتش شي حاجه زوينه اختي عند بلاصه حكبر وميسه اللي كاينه في حي الحسني شارع افغانستان
كازا بلانكا الحي الحسني ما عرفتيش فين كاينين اختي كاينين الدراري والدريات الحمد لله بزاف ديال الدراري والدريات كيف كنقولوا جون هذا الخفاء اي واحد اتصلتي به يصيفطك لوكاليزاسيون غدلك غتجيبك حتى عندنا غتخرجي عندنا ديالك تلقايني مسرح هذا المبر هذه وكنقول لك 900 درهم اللي هي 18000 ريال كنفكروا فيكم وكنديروا بحسابكم وديما كنجيبوا لكم الهاوته ولا لا خطيكم لينا وانت نتوما كذلك اختي الا خديتي وعجبتك عاوتاني هذه بارطاجي مع شي وحده صاحبتك عاوتاني شي وحده محتاجه خليتها تستفد من هذا العرض كيف كنقولوا ديال العواشر راه من بعد العيد عاوتاني بديت تسمعي بحال هاد الاثمنه 2300 درهم 2500 درهم وهادشي ما غاديش تلقاه نقول لكم من هنا يعني بلا ما تقول لي اختي نتسنى حتى العيد هذا راه ما نضمناش لك 48 ساعه ما نضمناش لك بحال هذاك الزواق اللي صورنا من قبل راه تسالات اخويا في شيء هذاك الشيء اللي بغيت نقول لي يعني هادشي راه ما نضمنش لك اختي راه هادشي اللي كاين هو هذا وبالصحه والراحه والبارطاج وجي مبروك العواشر